رحلتي مع المصحف حاجة عادية خالص، إن أنا يعني بقرأه كتير بعد ما زوجي توفى وبقيت لوحدي، يعني أكتر الوقت إن أنا ببقى عايشة مع نفسي. ولادي كلهم متزوجين وفي بيوتهم، فأنا بقى عشت مع المصحف بعد شغل بيتي وكده، فعشت معاه أختمه وأقرأه تاني وأختمه وأقرأه تاني على طول، ما بهجرهوش. فجي فاتف كده في بالي وانا نايمه ان انا اعمل ايه تاني، يعني عايزه اعمل حاجه جديده، ففكرت ان انا اكتبه. فحضرت نفسي كده وان شاء الله بدات كتابه وخلصته في سنه، بداته في رمضان، خلصت رمضان اللي فات. انا ما بداته بدات ان انا لازم أنا اكتبه، يعني مش معقول اكتب شويه وبعدين اتركه. طب اعمل ايه؟ انا كان في اصرار ان انا عايزه اكتبه. وبعد ما خلصت كتابه كمان راجعته، وكنت عيني يعني ما كنتش مستنيه الكلام اللي انا فيه ده كله والله، وكنت خلاص عيني اطلع اقرا في مره ولا حاجه وعينه. بس كنت في يوم عازمه ولادي كلهم، فخدوه من ورايا، خدوه من ورايا والله وانا نايمه، ودوه المجمع الاسلامي هنا من غير ما اعرف. وبعدين لقيتهم جاني يقولوا لي يا ماما هاتي البطاقه بتاعتك، كمان عاوزين البطاقه. لا في خير، خير في ايه؟ قالوا لي احنا خدنا المصحف من وراك وودناه المجمع للمشايخ يشوفوه، مش عارف ايه، عشان ايه تتكرمي يعني على مستوى التوفيقيه حتى ولا حاجه. الف لام ميم، تلك ايات الكتاب الحكيم، هدى ورحمه للمحسنين. ارتباط الإنسان بالمصحف ده ارتباط جميل جدا، وبيعمل راحة نفسية عند الإنسان وبينسي همومه. وكتر ما تبص في المصحف يعني كل حرف بحسنة وكل كلمة بصدقة وبحسنة. وكمان بيعلمك الكتابة العربي واللغة العربية. أنا بقيت أفتح المصحف قدامي والشاشة قدامي أشوف الشيخ بيقف عند حرف إيه وأبص، بقيت أعلم نفسي. يعني أنا اتعلمت علامات الوقف من نفسي، محدش علمنا أي حاجة. بحلم إن ربنا لو ما كتبليش حجة وأنا عايشة أو ما فيش مقدرة معايا، ربنا يكتب لي حجة عنده.